ندوزو الأضواء الجاذبة الصفراء. هذه الأضواء الجاذبة الصفراء هي تذكير، يعني ماشي خطر، إذا شعلت لينا ما عندناش مشكل، نقدروا نكملوا السير ديالنا ما عندناش مشكل، وإنما شي أمور اللي كتعلق مثلا هي بالسلامة كتذكرنا بأن شي حوايج خصهم يتبدلوا ولكن ماشي استعجالين. بحال مثلا التسخين الأولي، هذا فاش كندور كونتاك، مثلا فاش كنبغي نديماري كندور كونتاك، ما كنديماريش مباشرة، لا كندور كونتاك كتشعل لي هاد البوله الصفراء هادي، كتخلي يعني كتبين لك بان راه باقا السخونيه، باقا الضو يلاه كيلوز الموتور، باش انك ما تجيش ديماري مباشره، فهمتي؟ يعني كيلوز الضو اللي بوجي. بالنسبه للمازوط، هذه الثانيه هي تردي حاله صفائح الكوابح. هنا ما عندناش عطب في نظام الفرمله او في نظام الحصر، وانما الديسك والبلاكيت خصك تبدلهم، ماشي استعجالي. يعني تقدر مثلا انا شعلت لي هاد البوله، ماشي نوقف في الحال ونمشي نعيط ديباناج نهز لي الطوموبيل باش نديها للميكانيسيان، لا، يعني باقي عندي الوقت نقدر نمشي للميكانيسيان باش نبدل مثلا الديسك او البلاكيت. هذه ازاله الصقيع، اذابه الصقيع، وكتحيد حتى الضبابه، هذه اللي كنا شرحناها في الفيديو السابق. كتكون واحد البوله كتورك عليها، واحد البوطون كتورك عليها باش كتحيد لك الضبابه من الباربريز اللوراني. ملي كيقرب يسالي لي الوقود كتشعل لي هاد البوله هادي اللي حطيت عليها انا السهم، هذيك كتعلمك بان خزان الوقود قرب يسالي بالمازوت او ليسونس، فهذا لا يعني ان الوقوف راه اجباري، وانما راه باقي عندك الوقت اللي غادي تمشي لاقرب محطه ديال الوقود. البوله الصفراء الثالثه هي الاضواء الجاذبيه او الاضواء الخلفيه للضباب. ملي كنشعل اضواء الضباب الخلفيه كتشعل بالصفر، هو تذكير بانهم شاعلين. علاش درنا لك الصفر؟ لان الاضواء ديال الضباب الخلفيه ما كنستعملوهمش ديما، وانما كنستعملوهم فقط اذا كانت الضبابه او الثلج، الضبابه او الثلج، يعني الشتاء ما غاديش تشعلهم اضواء الضباب الخلفيه، فالشتاء غادي تشعل غير اضواء الضباب الاماميه وكذلك اضواء التقاعد. صمام الخانق، هذا ستارتر، هذا بالنسبه للليسونس.